ينطلق أشغال المؤتمر الثاني عشر. بطبيعة الحال هناك جلسة افتتاحية اللي غادي تكون جلسة اللي بروتوكولير إلا بغينا نقولوا، ثم بعد ذلك ننطلق بعد وجبة العشاء في الأشغال. الأشغال بطبيعة الحال غادي يكون هناك التقرير الأدبي والمالي للفترات السابقة باسم اللجنة الإدارية، وبعد ذلك المناقشة وندوزو للجان، لأن اللجان اللي عندنا بطبيعة الحال كما هي العادة هناك قضايا تهم بطبيعة الحال الأساتذة الباحثين والمطالب ديالهم، وهناك قضايا تهم الإصلاح ديال المنظومة ديال التعليم العالي، فهمتي؟ وهذا علاش حنا درنا في الشعار ديالنا من أجل توحيدي وضمقراطتي وتجويدي التعليم العالي، معناه أننا رافضين شعار ديال اصلاح المنظومه ديال التعليم العالي. تنطلق اشغال المؤتمر الثاني عشر للنقابه الوطنيه للتعليم العالي ايام 18 19 20، والان واليوم كانت هناك يعني 18 اكتوبر كانت الجلسه الافتتاحيه لانطلاق اشغال هذا المؤتمر. المؤتمر بطبيعه الحال سوف يناقش مجموعه من الاوراق، الورقه المتعلقه بالتعليم العالي والبحث العلمي، والورقه المتعلقه بالملف المطلبي، وايضا الورقه المتعلقه بالقانون الاساسي للنقابه الوطنيه للتعليم العالي. هي محطه، هذا المؤتمر هو محطة لتلاقي الأساتذة ولتلاقي الأساتذة والأستاذات المناضلين والمناضلات في هذا الإطار لمزيد من التبادل حول الوضعية والراهنية وظرفية التعليم العالي، وأيضا وضعية وراهنية وظرفية الأساتذة التعليم العالي ووضعيتهم، ونحاول أن نناقش من انطلاقا من مجموعة من المقاربات هذا الوضع داخل مؤسسة التعليم العالي من أجل الوصول إلى خلاصات ووضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة بإذن الله بلجنة إدارية جديدة ومكتب وطني جديد. بطبيعة الحال اليوم سيكون هناك تصويت على التقرير المالي والأدبي، وغدا ستنطلق مناقشة الأوراق التي تم تحضيرها من طرف لجنة تحضيرية للمؤتمر، على أن يكون بعد ذلك انتخاب الهياكل، هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي. اليوم كنلتأموا في هذه الجلسة الافتتاحية وبعدها يومين من الأشغال، من أجل أولا تجديد يعني الهياكل هذا التنظيم الذي يجمع مجموعة من 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 المكونات، كذلك من أجل المعرفات، من أجل التواصل يعني مع جميع الأساتذة، باش أننا يعني نعطيو آرائنا في مجموعة من الإصلاحات في القانون الأساسي، في مجموعة من الملفات اللي كتعرفها الساحة ديال التعليمية، كذلك مناقشة عدد من الأمور التي تخص الإصلاحات الجديدة، عدد الأمور التي تخص الأساتذة، عدد الملفات العالقة، الملفات الفئوية اللي كتعرفها اليوم هذه الساحة. طبعا أكيد أن 500 مؤتمر غادي يكونوا يعني كلهم جاو باش يمثلوا أساتذتهم من داخل المؤسسات باش يساهموا في هذه اللحظة التاريخية اللي كتمر منها النقابة الوطنية للتعليم العالي.